صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. خير يا حضره الظابط؟ معانا اذن من النيابه بالقبض عليك. اكيد في حاجه غلط سعادتك. لا مفيش حاجه غلط، اذن النيابه طالع باسمه والتهم كمان. تزوير في اوراق رسميه ونصب احتيال اداره انشطه. انا عملت ده كله؟ النيابه هي اللي هتحدد انت ولا لا. كلبشه. بنكر التهم دي كلها. غريبة جدا يا استاذ مختار. الناس كلها دي تقدم ادعاءات فيك، كلها في نفس اليوم، كلهم ما يعرفوش بعض. ده سبب يخلي سيادتك تشوف انها مترتبة. مترتبة؟ يعني حضرتك تقصد ان في واحد مجمع الناس دي كلها ومخليهم كلهم يروحوا يتقدموا بالبلاغات دي فيك؟ مظبوط يا فندم. واحد ما بيظهرش للناس ابدا. وهو مين؟ اكيد سيادتك سمعت بيه. يحيى شاكر. صاحب شركة يحيى شاكر العقارية. أكيد سمعت عنه. بس معلش أنا آسف يا أستاذ مختار. ليه راجل زي ده بالأهمية دي يعمل فيك أنت كده؟ عاوز يشتري بيتي وأنا رفضت. بيضغط عليك؟ عارض 250 مليون. وحضرتك رفضت المبلغ ده كله؟ نعم. ليه؟ مش عاوز أبيع. عشان ما أضحكش على حضرتك يا أستاذ مختار. البلاغات اللي متقدمة فيك داخل فيها مصريين واجانب وسياح بيتعاملوا مع شركه حضرتك، وداخل فيها سفارات ومراسلات دبلوماسيه على اعلى مستوى. الدرجه دي؟ اه دي الاتهامات فيها تدوير انشطه بيع مخدرات، تسهيل دعاره، طعن في صحه اوراق شركه حضرتك وتراخيصها، تهرب ضريبي، وتحيلات ماليه ونصب على السياح. ده كل واحده من دول بلوى لوحدها. وانا عملت ده كله وخبيته عن الحكومه الفتره دي كلها يا فندم. واضح انه اغتيال معنوي يشوه سمعتي قدام ولادي وقدام الناس. في النهاية البينة على من ادعى. نصحتي لك يا أستاذ مختار. دور لك على محامي شاطر. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.